لماذا تنادون يا علي ولا تنادون يا الله؟ فيقول: اسمع، يوم تلدنا أمهاتنا، يوم تلدنا أمهاتنا تنادي يا علي، يوم نتعثر في المشي ننادي يا علي حتى يساعدنا، يوم نموت في السكرات ننادي يا علي، يوم ندخل الجنة ننادي يا علي، عياذا بالله. ويقول علي القراني: وقد مات الشافعي ولا يدري علي ربه أم ربه الله. كبرت والله كلمة، نادي عليا مظهر العجائب، يكن عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا محمد وولايتك يا علي. هكذا يعتقدون، ولا أدري هذه الولاية لماذا لم تذكر في القرآن الكريم، ما ذكرت لا تصريحا ولا تلميحا، لا من قريب ولا من بعيد، لماذا لم تذكر وقد أقاموا عليها الدنيا ولم يقعدوها؟ والو ولا وبراء وعداء من أجل شيء لم يذكر في القرآن. والله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء وذكر ما هو أقل من ذلك بكثير. فلماذا لم تذكر هذه الولاية؟ ما ذكرت لا من قريب ولا من بعيد. لماذا الله عز وجل يقول: إنما وليكم الله ورسوله، لماذا لم يقل إنما وليكم علي ورسوله وتنتهي المسألة؟ معاذ الله، معاذ الله من هذا الشرك. تعالى الله عما يقولون. قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي الشيعة إلى الحق الذي يرضيه، أن يدل حائرهم وأن يهدي ضالهم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.